السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وأصحابي، أخباركم إيه؟ موضوعنا النهاردة أضرار صبغة الشعر على المرأة الحامل. صبغة الشعر تلجأ المرأة إلى صبغ شعرها للتغيير من لونه أو لإخفاء الشعر الأبيض الذي ينتج بسبب التقدم بالعمر، وتتكون صبغات الشعر من مواد كيميائية بتركيز مختلفة، وهناك عدة أنواع من صبغات الشعر. صبغة الشعر المؤقتة التي لا تخترق جذع الشعر وتختفي بعد غسل الشعر مرة أو مرتين. النوع الثاني هو الصبغة شبه الدائمة التي تخترق جذع الشعر وتختفي تقريبا بعد غسل الشعر من 5 إلى 10 مرات. أما النوع الأخير فهو الصبغة الدائمة أو التأكسدية، وهو النوع الأكثر شهرة والذي تستخدمه النساء في العادة، حيث تخترق الصبغة جذع الشعر وتحدث فيها تغيير دائم ويظل اللون حتى تسقط الشعر وتستبدل بشعر جديدة. ومن الجدير بالذكر أنه كلما كان لون الصبغة أغمق دل ذلك على احتوائها على مواد كيميائية ملونة أكثر. ونقدم لك في هذا الفيديو أهم تلك الأضرار على الحمل ومدى خطورتها على الأم والجنين. لا تزال الأبحاث قائمة على دراسة أضرار صبغة الشعر أثناء الحمل محدودة، ولكن أظهرت بعض الدراسات أن هناك علاقة بين استخدام صبغات الشعر أثناء الحمل أو قبل الحمل بشهر أو زيادة نسبة إصابة الأطفال بورم الخلايا البدائية العصبية، بينما أظهرت الدراسات أخرى أن جسد المرأة يمتص كمية قليلة جدا من المواد الكيميائية الموجودة في صبغات الشعر، وهذه النسبة لا تشكل تهديدا على الأجنة، وإن النسبة التي تشكل خطر على الجنين أكبر بكثير من تلك الموجودة في صبغات الشعر. ولكن ينصح كثير من الأطباء بتجنب المرأة الحامل صبغ شعرها أثناء فترة الحمل وخاصة في الثلث الأول، وينصح بالاستعاضة عن صبغات الشعر الكيميائية بالحناء. نصائح عند صبغ الشعر أثناء الحمل: ينصح الكثير من المختصين بتأجيل صبغ الشعر بعد الولادة بسبب غياب الأدلة والدراسات الكافية حول هذا الموضوع كما ذكرنا، ولكن إذا كانت المرأة مصرة على صبغ شعرها أثناء الحمل فيجدر بها اتباع النصائح الآتية: اتباع التعليمات المرفقة مع صبغة الشعر وصبغ الشعر في غرفة ذات تهوية جيدة، ارتداء قفازات خاصة أثناء خلط الصبغة وتطبيقها على الشعر، عدم ترك صبغة الشعر على الرأس لمدة تتجاوز الفترة المحدودة بالتعليمات، ويفضل تطبيق الصبغة لأقل مدة ممكنة، غسل الشعر وشطف فروة الرأس بشكل جيد بعد الانتهاء من عملية صبغ الشعر، محاولة صبغ خصل للشعر دون الوصول إلى فروة الرأس، وذلك لأن الصبغة يتم امتصاصها إذا وصلت فروة الرأس وليس الشعر ذاته، عدم خلط أنواع مختلفة من منتجات صبغة الشعر مع بعضها البعض. هل الصبغة تؤثر على الحامل؟ فترة الحمل: هناك بعض الأمور التي يجب تجنبها خلال فترة الحمل وبالأخص في الثلث الأول منه، لأن الفترة الأولى قد تكون حساسة بالنسبة للأم والجنين معا، فيكون خطر الإجهاض وارد بقوة إذ لم تهتم المرأة بنفسها جيدا. ومن بعض الأمور التي تحتار المرأة من القيام بها في فترة الحمل صبغ الشعر، فكثير من الأقاويل تحذر من أضرار الصبغة على المرأة الحامل والجنين معا، لذلك تتجنب المرأة أي علاج أو تجميل لشعرها خلال هذه الفترة حرصا منها على صحة طفلها وسلامته. وفيما يلي شرح لتأثير الصبغة على الحامل. تأثير الصبغة على المرأة الحامل: تشير بعض الأبحاث الطبية إلى أن صبغات الشعر تحتوي على مواد كيميائية خفيفة غير سمية، وهي آمنة إلى حد ما للاستخدام خلال فترة الحمل. بالإضافة إلى ذلك فإن كمية الصبغة التي يتم امتصاصها من قبل الجلد تكون بكميات صغيرة جدا، بحيث تكون نسبة وصولها إلى الجنين قليلة أو منعدمة، وعلى النحو لا تعتبر هذه النسبة ضارة بالحامل أو الجنين، وكذلك الأمر بالنسبة لفترة الرضاعة. ولكن يجب الأخذ بالاعتبار دائما الوقاية قبل الوقوع في المشكلة، فبعض الدراسات تشير إلى في حالات نادرة قد تنتقل المواد الكيميائية الموجودة في الصبغة عبر مجرى الدم وقد تصل إلى حليب الأم مؤثرة على الطفل، ولا ينصح الأطباء بصبغ الشعر خلال الثلث الأول والثاني من الحمل لأن الرائحة القوية المنبعثة قد تؤدي بضرر في الحمل والجنين، لذلك يفضل تجنبه خلال تلك الفترة مع أنها تعتبر غير مؤذية في الثلث الثالث من الحمل، إلا أن الوقاية تعد أفضل وأضمن بالنسبة للمرأة والجنين. نقدم لك الآن نصائح قبل استخدام الصبغة للمرأة الحامل. قبل أن تفكري في صبغ الشعر، اتبع النصائح الآتية لتتجنبي خطورتها في فترة الحمل وحفاظا منك على سلامة الجنين. أولا، الانتظار
حتى الثلث الثالث من الحمل قبل وضع أي مستحضرات كيميائية على الشعر. التأكد من وضع الصبغة أو أي مستحضر آخر للشعر في غرفة ذات تهوية جيدة، ويفضل أن يكون المكان بجانب النافذة حتى يتم التخلص من الروائح الكيميائية القوية. عدم ترك المستحضر على الشعر لمدة طويلة والالتزام بالوقت والتعليمات المكتوبة على العبوة أو المنشور المرفق معه. تنظيف فروة الرأس وشطفها جيدا بالماء بعد الانتهاء من وضع الصبغة أو أي مستحضرات كيميائية أخرى. ارتداء القفازات قبل وضع كمية قليلة من الصبغة أو المستحضر على البشرة للتأكد من عدم وجود أي رد فعل أو حساسية. عدم صبغ أو تشقير الحاجبين أو الرموش، فهذا يمكن أن يسبب تورما أو قد يزيد من خطر العدوى في منطقة العين. ينصح الخبراء في دراستهم للجوء إلى بدائل أخرى عن الصبغة، مثل تفتيح لون بعض الخصلات المعروف بالهايلايت أو صنفرة الشعر. يقوم جسمك بامتصاص مواد التلوين من خلال البشرة وهي فروة الرأس وليس من خلال أطراف الشعر، لذلك فإن عملية تلوين بعض الخصلات تقلل من ملامسة المواد الكيميائية مباشرة لفروة الرأس، والتي تخفف بدورها من التعرض للمركبات الكيميائية التي تحتويها الصبغة. كما يوصون باستعمال الصبغات النباتية كبديل جيد للمركبات الكيميائية، وذلك أثناء فترة الحمل، مثل الحناء التي تعد آمنة تماما بالرغم من أنها لا تلقي استحسان جميع النساء في التدرجات اللونية التي تعطيها للشعر. ومن الأفضل استخدام الصبغات النباتية مثل الحناء لأنها أكثر أمانا على الطفل أثناء الحمل. استخدام الحناء كبديل للصبغة أثناء فترة الحمل، يمكن اللجوء للاستعمال الحناء كخيار بديل للصبغة خلال الحمل، ولكن هناك بعض النصائح التي يجدر بالمرأة اتباعها عند استخدام الحناء في فترة الحمل، ومنها ما يلي: التأكد من أن نوع الحناء المستخدم آمن على الجنين وعلى صحة الأم، إذ أن هناك أنواع عديدة من الحناء، ويمكن استخدام الحناء الطبيعية النقية والتي غالبا ما يبقى أثرها لمدة أسبوع إلى 4 أسابيع. وتجدر الإشارة إلى أن الحناء السوداء لا يمكن أن تكون طبيعية، لذلك يجب تجنبها والحذر منها حذرا كليا. إجراء اختبار الحساسية قبل إكمال عملية صبغ الشعر للتأكد من عدم التحسس للمنتج. تجنب استخدام الحناء التي تحتوي على مادة البارفدين دي أمين، والتي يمكن أن تسبب ردا تحسسيا خطيرا للجلد عند البعض، وقد يستمر الرد التحسسي شهورا وغالبا يصعب تشخيصه وعلاجه. ويجب التنويه إلى احتواء الحناء السوداء على هذه المادة بكثرة. قراءة مكونات الحناء أو الصبغة قبل استخدامها للتأكد من أن جميع موادها آمنة على المرأة استعمال صبغة الشعر أثناء الرضاعة. لا توجد أدلة كافية على مدى تأثير صبغة الشعر على حليب الأم وبالتالي على الطفل الرضيع، ولكن لأن الكمية التي يتم امتصاصها ووصولها إلى الدم قليلة، فإن احتمالية حدوث الضرر على الرضيع ضئيلة. وتجدر الإشارة إلى عدم تسجيل حالات تضرر نتيجة استخدام صبغة الشعر أثناء الرضاعة. ومع هذا، لا تزال الدراسات قائمة لإعطاء نتائج أكيدة حول هذا الموضوع. ما هي أضرار صبغة الشعر على المرأة بشكل عام؟ أظهرت بعض الدراسات أن هناك علاقة بين استخدام صبغات الشعر والإصابة ببعض أنواع السرطان، في حين أن أثبتت دراسات أخرى عدم وجود علاقة بين استخدام صبغات الشعر والسرطانات. وعلى العموم، قامت الشركات المصنعة لصبغات الشعر بالتقليل من استخدام المواد التي تبين أنها مسرطنة عند دراستها على الحيوانات، إلا أنه بشكل عام ينصح بالتقليل من استخدام صبغات الشعر أو البدء باستخدامها فقط مع بداية ظهور الشعر الأبيض، أو استخدام البدائل الطبيعية لصبغ الشعر مع التركيز على أهمية اتباع التعليمات المرفقة مع عبوات صبغات الشعر. ومن الأهمية اختبار الرقعة قبل استخدام أي صبغة، أمر ضروري، ويتم إجراء الاختبار عن طريق وضع كمية صغيرة من الصبغة خلف الأذن أو في الجزء الداخلي من الكوع، ثم الانتظار إلى حين تجف الصبغة. فإذا ظهرت علامات تحسس أو شعرت المرأة بعدم الراحة، فلا يجب استخدام الصبغة، وذلك تفاديا لحدوث التهاب الجلد التماسي أو أكزيمة التماس أو رد الفعل التحسسي لتفادي أي خطر على صحة المرأة. ونسأل الله السلامة للجميع.
اخواتي في قبل ما تخرج، ما تنساش تضغط زر الاشتراك ليصلك كل جديد لدينا في القناة.